احتشد عدد كبير من أهالي مدينة شهرود الإيرانية في مظاهرة احتجاجية مناهضة لسياسة النظام الإيراني للمطالبة بالحقوق الأساسية كما طلب أهالي المدينة بإيقاف مخطط النظام الساعي لنقل دائرة النقل من مدينتهم إلى أخرى معبرين عن غضبهم حيال هذا القرار كونه يحرم المئات من مزاولة عملهم وشارك في الاحتجاج عدد كبير من تجار المدينة الذين أضربوا عن العمل بسبب الأوضاع المتردية هذا وما تزال المدن الايرانيه تشهد سلسله احتجاجات واسعه بسبب سياسات النظام وقراراته الهدامه ضد الشعب